بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. بداية أشكر الهلال الأحمر لإقليم نواصل ومؤسسة أمل لتصفية الدم والقصور الكلوي بالدار البيضاء، نشكرهم شكرا جزيلا على هذه المبادرة وهذه الالتفاتة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونشكر يعني وعلى رأس المؤسسة الحاج مصطفى فوزي، نشكرهم جزيلا لأن هذا المخيم أو هذا المجموعة محتاجة فيها الخيام هشة ولا تصلح هني للسكنة، ونشكرهم شكرا جزيلا على هذا الالتفات الطيبة. صلى الله تبارك وتعالى أن يجزي الإخوان جميعا وكل من ساهم بقليل أو بكثير على هذا الإنجاز وهذا العمل الخيري، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أمير المؤمنين وأن يحفظه ويرعاه ويتأوله وأن يعجل له بالشفاء وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وهذه الشهداء ديال هذه الفجعة، وأن يجبر كسر المكسورين وأن يشفي الجرحى وأن يبارك فيما تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يجعل هذه الفجعة وهذا يعني هذا الزلزال سببا لرفع الدرجات وغفرا للذنوب وتيسير الأمور. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع وييسر الجميع. هذا العدد ديال هذه الأسر ديال هذه الدوار هو 60 أسرة، 60 خيمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهما مقسومين على 4 المجموعات، كل مجموعة تكون فيها تقريبا 21 22، كاين المجموعة اللي فيها 10 وكاين المجموعة اللي فيها يعني بحال هكا، يعني المجموع ديال هاد الخيام، ويمكن يبانوا الناس الاخرين ان شاء الله تبارك وتعالى، لان يعني الناس في امس الحاجه الى هاد الخيام، والشتا جايه والبرد وكذا، يعني انتم كتعرفوا هاد الشيء، راه شتوا كل شيء بعينكم. الله يجازيكم بخير. اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن الحمد لله دروكا الناس راه استفدوا كلهم، الله يجازيك بخير، وباقي واحد النسبه قليله اللي بغات تستافد، الله يجزيكم بخير. شكرا جزيلا، انا تنشكركم بزاف جزيل الشكر، انا نيابه عن العيالات كاملين، شكرا جزيلا بزاف هاد المبادره زعما اللي درتوها، شكرا جزيلا. المؤسسات الامان اللي فكرت فينا والدار البيضاء، والحمد لله اللهم لك الحمد، شكرا جزيلا. السلام عليكم. الجمعية اللي جات لهنا المريغة جزاها الله بخير، راه كونت الناس وساعدتهم وعطتهم جميع المسائل اللي هما محتاجين ليها، والخيام ما عندي ما نقول، خيام ممتازين، كل خيمة فيها عائلة وداك الشيء منظم حسن ما يرام، والله يجازيهم بخير، والناس اللي ساهموا بشوي ولا بزاف الله اللي غادي يخلصهم، اما احنا ما عندنا باش نجازيوهم، الله تبارك وتعالى اللي تيجازي عباده. وهذا المخيم كي كان في الاول وكي كان هو المخيم ما كانش مزيان صراحه، كان خيام خيمات بيضين ولكن ما زوينينش، ماشي بحال هادو، ما هادو مستورين ومقادين مصوبين وصحاح ومزيانين، حتى الا نعست فيهم العائله مامنه، ما عندي ما نقول على ما شافت عيريه. ايوا السلام عليكم، والله يجازيكم بخير، والناس اللي ماتوا الله يرحمهم، والناس اللي مراض الله يشافيهم، واللي ما عندوش الله يعطيه من فضله وحسانه وجوده وكرمه، واللي عنده الله يزيده من الخير الكثير. هذه المؤسسة هي مؤسسة أمل بصفيات الدم، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم.